فاكر كنا بنتكلم عن تصرفات من سيدنا محمد غير متوقعة لعقولنا بتدلك يا بصير على جمال صفات ربنا لأن تصرفات سيدنا محمد الجميلة ما هي إلا صورة وأثر لصفات ربنا الجميلة اللي ظهرت في جمال النبي عليه الصلاة والسلام معنا وحنيته علينا هرسم لك مشهد كده خيالي غلط ليوم القيامة إن بعد الكرم اللي ربنا أكرمنا بيه في الدنيا وكم المغفرة اللي شفناها واللي بيتوب ربنا بيبدل سيئاته حسنات واللي بيصلي الصلوات الخمسة ما بينهم ربنا بيكفر سيئاته وبعدين كم من الاختبارات أو الابتلاءات اللي بيخرج منها الإنسان هو ما عندوش سيئات ومع ذلك في ناس راحت عند ربنا يوم القيامة عندها سيئات كتير ويمكن يكون موازين سيئاتهم أتقل من موازين حسناتهم فالمشهد الغلط اللي بحكي لك عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند ربنا وشايف الناس وهي يوم القيامه بتتحاسب كويس بيخش الجنه والوحش اقيمت عليه الحجه ايوه ما النبي تعب عليه الصلاه والسلام ودفع الغالي والرخيص عشان تطلع انت مسلم لك دين كل مغفره في كل تفاصيل يومك ربنا بيسامحك ومع ذلك جينا يوم القيامه وعندنا سيئات كتير فيشهد عليك النبي انك تستحق ويروح اهل الشمال وهم حزنانين وخزايا للنار ده مش هيحصل بالطريقه دي. ربنا قال كده وسيدنا محمد قال كده عليه الصلاه والسلام. بيقول سيدنا محمد في حديث رواه البخاري ومسلم. يعني احنا عندنا يقين ان الحديث ده صحيح ان شاء الله. قال لكل نبي دعوه مستجابه تعجل بها في الدنيا واخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فانها نائله باذن الله من مات لا يشرك بالله شيئا. استنى استنى يا بصير وأدرك مين هو ربنا مدرك يعني ايه النبي بيقول أنا هقف جنب كل واحد مات مش مشرك حضرتك الحمد لله احنا ان شاء الله ما عندناش مشركين في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة النبي أمة موحدة بنعصي بنغلط في ناس عندها مننا كبائر في ناس مفترية لكن خد بالك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مستنيك والحنية دي ربنا خلقها في قلبه عليه الصلاة والسلام عشان كده الحق رد الحقوق لان هو قال لك يوم القيامه رد الحقوق وتعالى عشان تيجي تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم سندك سنده انت مش متخيله تبقى عامله ازاي فده سيدنا محمد اللي بيدلك على مين ربنا فيا صديقي في هذه الليله المباركه راجع علاقتك بهذا النبي الكريم والرب العظيم سبحانه وتعالى وخد نيه كده ترحل في رحلتك من الشتات الى اليقين وتختار القرب دائما من ربنا اللهم يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين يا من عرفتنا برحمتك واغرقتنا في نعمتك واكرمتنا بذكرك وانسك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وعلى طاعتك اعنا واجعل لنا نصيبا من نفحاتك في اوقات بركاتك واشملنا بواسع رحماتك واكتب لنا العافيه في ابداننا والسلامه في جميع امرنا يا غفارا للمذنبين ويا حبيبا للتائبين وصل اللهم وسلم وبارك على امام العابدين والحمد لله رب العالمين